الو، السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كون تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. نفس التقديم ونفس المقدمه لجميع الاحباء سوريا لوكس. اليوم جيت لكم بروتين ديال الغرفه ديال النوم ديالي، ونتمنى الى نال الاعجاب ديالكم كما العاده. الفيديو ديالي عجبكم تخلو لي بصيمات، ما عجبكوش ما تخلوش، ولكن انا كنتحلف عليكم ضروري البصيمات. المهم هذا الفيديو كما قلت لكم كنت عيانه وفي شي شويه ديال الروينه بزاف بزاف بزاف. المهم اختصرت لكم فيه المفيد وصافي، ما بغيتش نطول عليكم في المقدمه بزاف، انا يعني كما بقيت عاقله شنو كنت كنقول. المهم كما قلت لكم هنا يلا دخلت مزنقه وبانت لي هاد الروينه، حطيت هذاك الشيء كامل اللي كنخدم به حطيته حدايا. فاش كندخل البيت ديالي كيخلعني، قلت صافي اليوم اخر حاجه نوض نصيب هاد الروينه نحيدها عليا. وسميتو دابا كيسحب لي راجلي كان كيعيط لي. يلا المهم خليكم معايا نوض نوض، مابقاش نجمعو بزاف. يلا هنا لالا غادي نجو غادي نحيدو هاد لي زون، نحيدو هاد المخدات. ما عرفتش علاش عندي هاد الشومره ديالي عندي في هاد المشكل، شومره ديال سوريا ولا ديال امير لا، ولكن بالنسبه ليا انا كنلقى بحال شكل ديال بحال شكل ديال البروده او الغموله، ما عرفتش علاش غير فداك القنت اللي كيبان لكم على اليسار وعلى اليمين كنمسحو بلانجات كيمشي داك الشيء، ولكن عاوتاني يومين ثلاث ايام كنلقى عاوتاني نفس الحاجه. المهم انا نحيدو هاد المخدات. شاعلة لالا الموسيقى ومسقة مع راسها، لان سوريا سوريا كاتبكي كاتبكي لتحتي. سمحوا لي كنهضر بالزربة، ولكن اللي عجبو الفيديو يخلي ليا لايك، راه كندير ما في جهدي باش نلبي الطلبات ديالكم. هنايا تندير لاسبيراتور لهاد المطلة لانني درت فيها ليله قبل، درت فيها البيكربونات الصوديوم مع الزيت ديال الاساس ديال الخزامه وخليتها، يعني ماشي شي حاجه مضره، داكشي علاش خليتها ليله كلها حتى تحيدات، وكتحيد لك البكتيريا وكتخلي لك ريحه زويونه. المهم خليت ليله كلها بيكربونات الصوديوم مع الزيت ديال الخزامه، عطات واحد الريحه غزاله، وفي نفس الوقت كتنقيها مزيان مزيان مزيان. قاعده حاجه عندي، شكون بحالي هاد لي زار فاش كنبغي نديرو كيعصبني في الطوا، شكون لي بحالي ما كات واخا الخدمه ديالي هي هذيك، ولكن كيعصبني تنجي حتى لهنايا وكن وكنتفقص ما كان كيعصبني الطوا ديالو ما عرفتش علاش. المهم كلمتوه وعصبني السقف ديالي كيكما كتشوفوا، راه كنتنا ولكن الدار ديالي ما كيساعدنيش باش نخدم هاد الخدمه بحال هكا، ولكن السقف داكشي اش ما كندير لكمش روتين ديال الشومره ديالي، لانه شوفوا كي كنبقى حاضره على حساب الظهر ديالي وعلى حساب السقف هو داك حدو، خصوصا هذاك لي بوت اللي كي قسم ما وقفتي كنضرب راسي معاهم. دابا نديرو لي زار ديال هذا سخون، خديته على حساب البرد، شحال هادي غزال غزال غزال. مره مره كندور نشوف الكاميرا لانها كطيح ليا كطيح ليا، وضروري خاصني نبدا مره مره رد البال، طوفاتني هاد الفيديو طوفاتني فيه. دابا كنت كندير لكم هاد الروتين، والله العظيم تفكرت الخدمه ديالي. ايوا اش بيديرو. المهم خلى هذاك ما بقاش تقاد ليا الكلام. كما قلت لكم انا كنشوف راجل مريح وكنخلي مع الوليدات باش كنخدم على راحتي، لانني بقيت كنخدم ونهضر راه ما عادش نسالي معاهم. انا اللي ما داش لي بصيمه ندير لي بحال هكا المخده، شدوا حنيكاتو بقا نضرب 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 نضرب. داكشي علاش خلو لي بصيمه الله يخليكم، كندير ما في جهتي باش ندير فيديوهات غزالين وكيردوا جميع الاذواق. وكنشكر المتتبعين جداد اللي دخلوا عندي، لاحظت انا متتبعين دخلوا عندي جداد وكثار تبارك الله، اللهم زيد وبارك، ان شاء الله يتزادوا اكثر من هكا. كنشكرهم بزاف بزاف، خصوصا الناس اللي كيخلوا التعاليق الزويونه، الناس اللي كيخلوا التعاليق المحترمه، شكرا لهم بزاف بزاف. اما دوك الناس اللي كيخلوا واحد الفئه معينه، جوج ولا ثلاثه اللي كيخلوا تعاليق خايبه، تعاليق مزويناش، يعني يكون غير كان انتقاد ماشي مشكله، دوك التعليقات الخايبه خليهم ليك ولا خليهم. المهم ماشي موضوعنا، نرجعوا التعليق زوينه مرحبا، والتعليق الخايبه من طبيعه الحال اللي دار شي تعليق راه خايب راه كان محيلي ديك الساعه،
يعني ما كانش لاش يبقى مع تعاليق الناس محترمين، داكشي علاش كنحيدو. كما قلنا دابا يلا درت رجع ليا عاوتاني، ما عرفتش هادشي وقع لي في المونتاج، تعاودات لي اللقطه ماشي مشكل. المهم الناموسيه ديال الطيبات غادي نجيبكم لهاد الجهه. هنايا كانوا الصبيطات هنا وداكشي اللي ما كنلبسهمش يوميا، هذوك اللي ما كنلبسش يومين حطاهم هنا، وما داكشي اليوميه كنحطو في التحتي، كنحاول نمسح هنا هاد اللعيبه تاع الصبيط كتكون شويه مغبره ماشي بحال ديال الحوايج. ها كنشوف هاد الساك وكنتفكر البحر. ايوا هذا كان كنت دابا كنمسح هذوك السي، كانت تذكر ضروري غبره. هذا كانت خدات فيا خالتي في عيد ميلادي بسليسله ديالو غزيول، وشحال وكان قلب على هاد السليسله على هاد الكورميت وديك اللعيبه اللي كدار في السليسله ديال سوري، شحال وانا كنقلب على تحت فيها على غفله. هادي كدار لها في السلسله عندها الطوينكات سوري، دابا دايرهم عطاتهم لجدتها، وباقي لها ديك اللعيبه خاصني نشري لها السلسله باش ندير لها هذيك بحال الخنيفيسه. خنيفيسه نيت شحال وانا نقلب عليها، دابا خرجت فيها صدفه. ايوا دابا كان المهم مسحو داك سبيبتات وداك الشيء وغادي نردهم بلايصهم. ده هنا ما قدرتش، صافي جلست الارض. صافي جلست تربات. ايوا دابا كان هذه الصنداره ديال العرس ديالي. جايباها معايا ما مخليتهاش. ايوا هذا كان هنا كنمسحو غير شي شويه دوك مجوره غير من برا على حسب الغبره اللي سسنا عليهم. هذا هو اللي كندير فيه لي زور ديال النوامس وداك الشيء كامل كيخص الناموسيه. ايوا هذا كان المهم درت لكم غير روتين خفيف ظريف، لان ما بغيتش نتعمق في هذاك، اختصرت لكم المفيد وصافي. المشكل قلت لكم كيكون عندي في البيت ناس شفتو بين هذوك السيكان السيفه تاع السيكان وتما كاين هذيك الحاشيه كتولي هذه. انا فرحت كنقول هذا الكارتون شنو فيها، لقيت فيها سبرديله مازال ما خدي مازال نلبس. لا 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 مازال ما لبست ثاني نهائيا. مشات لي الهضره، مازال ما عمرني لبستها غزال. هذا هو الستيل ديالي، انا كنحمق على هذا الشيء ديال اللبس ديال السبور، كنحمق عليه حيت مور مور الولاده. انا كنت كنلبس 38 ولكن من مور الولاده نفخات لي رجلي بقات لي منفوخه. ماشي غير رجلي بقات منفوخه، كلشي كلي بقيت منفوخه. كلي بقيت منفوخه وما علينا، بقيت عزيزه عليا بقيت مخبيه. قلت غادي نجي نهار ونضعف، ماشي منفوخه لي بزاف ولكن ما مرتاحاش فيها بزاف. المهم ردينا هادشي كيما كان تقريبا، شويه كاسون بنت لي خارجه، غادي نحول هاد الجهه الاخرى على ما اظن. هنا سنيدرا ديال الصيفه. المهم داكشي اللي ما كنلبسش يوميا هو اللي حاطه الفوق، زائد شي حاجه اخرى كاينه في التحتي في البلاكار لتحت، يعني فيما كنت فيما ان بلاصه حاطه فيها حوايجي. انا كنحاول نمسح غير هاد اللعيبه الطابله اللي حدا الطابل ديال بيت النعاس حدا الناموسيه عفوا، وصافي. ما لقيتش باش نمسح الشيفونات كاينين في التحتي، وما قدرتش نهبط لتحتي تشوفني صوريت بدات تلصق في عاوتاني، لقيت غير واحد الفولار وانا نهزو ما كنديروش، هزيت ومسحت بيها الغبره كامله. يلا دابا سالينا هاد الجهه، رجعوا للجهه الاخرى. هنا حيت داك الكويت سخونه، دابا راه ولا الحال سخون، الشر ما حلاش كله، ولا الحال سخون حيت هذيك راه بركه غادي نجمعها. ودابا انا غنحط غير هاد بحال هاد المانطا في الجنب الى جا البرد في الليل ماشي مشكل، اما هذاك لا. جاتني مكالمه سمحوا لي في التليفون الاخر، كما قلت لكم كنحطها غير هكا في الجنب باش الى سميتو باش الى تلفت. المهم الا كنتي كتسمعيني او مريتاش في هاد الفيديو انت اللي كنتي كتصوني ليا، دابا كنشوف صوني كنهضر. المهم كما قلت لكم كنديرها غير هكا في الجنب باش الا جا في الليل هكا البرد ماشي مشكل تغطاو بها، اما الاخر صافي حيدتها لانها سخونه بزاف. هكا كنحطها هنا وصافي، خفيفه ظريفه وما سخوناش. ايوا هذا وكان دابا غادي ندوزو واقيلا على ما اظن لاسبيراتور. اه غادي ندوزو لاسبيراتور حيت دابا فايقين، داك النهار ما خدمتش درتها باش الطبيعه عادي لانه كانوا ناعسين ما نقدرش نخدم بها. ايوا هذا وكان مره رد الكاميرا واش باقا في بلاصتها ما طحت. شوفوا كي كندير داري كنضرب مع هاد البيت ديالي فاش كنبغي نسوس والله العظيم داك السقف.
داك السقف غادي يخرج لي على داري شي ماريات. هاي دابا الدار بس معاد لا سبيرس ما سمعت في الصلاه ليا. ايوا هذا كان ندوزو هنا التدويزه خفيفه الجفه، ما نقدرش نجفو كل مره جوج مرات في السيمانه ولا اكثر، لان غير هذا الباركي غير العود يعني ماشي بحال تحتي الكارلاج، ضروري كندير مره في السيمانه ما نكثرش جوج مرات في السيمانه، ولا شي شيفون هكا سيغ بيغ تكون ناشفه ما معصوره مزيان. انا كنمسح هذوك القناص ديال الناموسيه، لان الناموسيه عندي فيها مجوره من التحت، هاد الجهه اللي كاينه انا فيها كاينين المجوره، والجهه الاخرى كاينين فيها كاين لسباس كبير، يعني تقدري تخشي حتى السيكان كبار كلشي خشيهم من التحت من هاد الجهه اللي واقفه فيها دابا، يعني كتنفعني هزه ليا تبارك الله. عييت والله. هنا داك الموبل اللي كتبان اللي كيبان لكم هذاك موبل ولا شنو كنقولوا ليه، حطيته تما غير باش نلقى اتساع فين نشطب هنا وكل شيء، ومن بعد راه غادي نرجعوا لبلاصتو، غادي نرجعوا لبلاصتو غادي نستف فيه تاهو ان شاء الله حوايجات بزاف. هذا الردونه ولكن كرفصني باش دوز ولا تجي كرفصني. المهم هذا الفيديو راه درتو تقريبا درتي بزاف الحوايج، ولكن بان ليا الفيديو طويل بزاف بزاف بزاف، داكشي علاش قسمته، درت لكم فيه غير الروتين، درت فيكم درت لكم فيه غير الروتين ديال الشومبره، وداكشي الاخر غادي نخليه لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي نزل لكم الكماله وغادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف، خصوصا البنات ولا الانسات ولا السيدات غادي يعجبكم الفيديو الجاي بزاف بزاف، يعني خصيصا للنساء غيعجبكم بزاف. وداكشي علاش قسمته، ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو، قلت نصبر شي شويه. هنا اش كنديروا اختي كتصوني ليا بزاف، بلاتي نخليكم معايا شنو 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 هنا كندير. هنا دابا هاي دابا اختي كاينه معايا فهداك كنهضر كنسجلهم في واحد الفيديو، دابا كنحول غير فهاد اختي كتشوف الفيديو قبل ما نحطو. ايوا كيما قلت لكم كندوز لاسبيراتور في الجهه الاخرى حتى هي، ونحيد هذيك الغبره هنا اللي قلت لكم كيتبان لي داك هذيك البلاصه اللي قلت لكم كتغمل لي بالزربه ما عرفتش علاش، هذاك القنت بالزربه ماشي بحال الغموله بحال قلتي القنت كيبقى لي فزك وكيتبعد لي في هذيك البلاصه خضراء، كدوز غير شيفونه بالزربه كتحيد، ولكن عندي هذا المشكل واقيلا في شي حاجه في السقف غير انا غير في الشومبره ديالي انا ماشي في الشومبره ديال بنتي. المهم الحمد لله الشومبره وحده وصافي. المهم هي مضاربه هنايا قبيله حيت مسحت السقف، خفت لا تكون شي حاجه طاحت ليا فوق الناموسيه، داكشي علاش قلت كندوز دابا دوزه خفيفه باش الا كان شي حاجه لاسبيرسون جرها معاها وصافي. حيت دوزت الخمله وواقيلا طاحت لي شي حاجه، قلت تفاديا لشي حاجه الشكوك نحيدوها. ايوا دابا غادي ندوز غير لاسبيرات وحده الكوافوز بركه. ايوا هذا كان انا كنشوف الكاميرا واش باقا في بلاصتها ولا لا. دابا كنسجل معكم هذا الفيديو، اختي حتى هي كتشوف معايا، تحيه لاموريتاج راه رده معايا البال. اش كنا قلنا هنا صافي دابا راه سالينا لاسبيراتور، غادي هادو هما الرويحات اللي قلت لكم اللي كنشري باش كنعطر البيوت عندي ولا الحمامات عندي. انا كنوريكم واحد البرودوي نشاركو معكم في الفيديو الجاي، ما بانش لكم هنا مزيان، غادي نشاركو معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كما قلت لكم ديما كيديرها بيا الشارج التليفون بيطفى ليا. المهم هنا كي طالع مع الدروج وكنهضر، هنا كي ندير هذيك الروائح كما قلت لكم كيعطي واحد الريحه، كيعطي واحد الريحه غزاله لهداك، كندير بلاتي راه كندير الشارج باش نعقل على هضرتي معكم. وف الحمد لله خفت التليفون يطفى ليا وانا كندير المونتاج،
كما قلت لكم هنا غادي نسالي معكم فيديو، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم الفيديو علاش لا ما تخلوش ليا لي لايك. وهادي غادي ندير لكم تتمه ديال هذا الفيديو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى عجبكم الفيديو خلو ليا بصمات وبارطاجيو مع العائله ديالكم، وكنحماق عليكم والله العظيم حتى عييت في هذا الفيديو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وقبولات الحاره.